انا كنت فاكر ان الحب مساله نزاهه ومنظره، وان اللي تعبان في عيشته ما بيجيلوش قلب يحب. مظبوط صح. لا مش صح، يعني من غير اعلام كده اللي ظروفه صعبه يحس الحب اكتر من اللي ظروفه مستريحه. انا متهيالي ان اللي ظروفه يعني متيسره ومستريحه ما يحبش. يحب ليه وكمان ما يحسش؟ بيتقتل عنده الشعور. يعني انا مثلا مع كل الضيق اللي انا فيه ده وحبيت، بعت لها جوابات. انا ما اعرفش هي مين، ما اعرفش اسمها، انا حتى ما اعرفش شكلها. طب ما انتش معلمها بعدنا؟ ايوه، منديل اخضر كان في ايديها وكانت بتلغيني بيه. خلاص يبقى اكتب على الظرف الازازه المنديل الاخضر. جواب شريف علي يا عمر، لا عشانك انت عطيه. خدي زين حسنيه الشهيره بفتكات رمش العين. هو مسميكي كده ليه؟ ذات المنديل الأخضر، هديكي أرق التحيات وأحب أعرفك بنفسي. أنا صلاح عبد السلام الغرباوي، دبلوم صنايع، شاطر جدا في الخراطة، لكن مكسبي كان مكفيني بالعافية، خصوصا وأنا عندي أحلام كبيرة. فدخلت السجن عشان أبني مستقبلي وأكون نفسي. بصراحة أنا كنت مهموم وحزين، ولكن راحت همومي لما شفتك وشفت اللون الأخضر بين إيديكي. ربنا يجعل سنينك كلها خضرة. وختاما أتمنى لك السعادة وراحة البال.
مخلص ليكي صلاح. عشان تبني مستقبلك. طب ازاي؟ عايز افهمها دي. فايزه فايزه